احنا كنا اصلا يلا مكافيين مع الموضوع الكراد طريق طيب كنا عايشين يلا عايشين وما هذوك الحمد لله دابا ما خلونا حتى لعبه. إفادة الخبر بالمختصر المفيد. السلام عليكم، معكم سائق ديال الهوندا. خاي كنلقينا واحد المشاكل بزاف هاد الايامات هاد الشهور هادو اللي دازو ديال ليسانس اللي غلاو بزاف، واحد بقول تقريبا نص بالنص اللي تزاد، ولينا كنلقاو مشاكل في الخدمه وتا في الليسانس. بحال دابا كنا كنديرو كنمشيو لكازا مثلا، لكازا تمشيو لها 800 درهم، دابا وليتي خصك تمشي ب 1000 درهم. ملي كيجي الكليان تقول له 1000 درهم تيقول لك لا ما مسلكانيش، شنو كتولي نتايا خصك باغي تخدم خصك تمشي تدور مع الروايد، واخا تتولي ديك الخساره تتولي عليك نتايا، كنتي كتاكلها في الطريق بحال مثلا ولا كتشربها ما تولي ما بقيتي تاكل ما كتشرب، ما بقيتيش طلينا حتى شي لعبه. ولا دابا اللي صنت 17 درهم شويه، دابا ولا 16 درهم خيره لا اله الا الله وصافي تقارنا عاد الضرايب لاسورانس. الله ملي كتلحق لاسورانس تنبقاو نتسلفوا من نخلصوها، كنلقاو من نخلصوا لاسورانس. السائق ديال الهوندا ما اعترفاش به الدوله، حنا عندنا كريدي تنخلصوا 1500 درهم في الشهر تنعطيوه كل شهر، عندنا الواجبات لاسورانس الضريبه لا فيزيت الوريقات ديالنا، وبغينا ندفعوا الدعم قال لك اسيدي نتوما ما تعرفاش بكم اخي الدوله ما عاطينكم لا دعم لا والو، الكيران خداو الطاكسيات خداو الكاميوات الكبار خداو كونطيرات خداو، حنا ما خدينا لا دعم لا والو، حنا تنخسروا من جيبنا هاد الزياده كامله اللي تزادت حطيناها من جيوبنا، هاد الخساره كامله بحال اللي خسرناها من جيوباتنا، حتى الكليان ما تيتعاونش معاك. تنوجه هاد الرساله لرئاسه الحكومه يعطينا الدعم، عطينا الدعم ديال هاد الشهرين هادو اللي داز 3 شهور اللي داز، حنا بغينا الدعم حتى حنايا، ماشي شي ياخذ شي ما ياخذش، حنا راه لا اله الا الله. عاد زادوا عندنا ما خلاو فاش زادوا علينا، زادوا عندنا في الزيت في الطحين القمح السكر اتاي، حنا يلا حنا كنا اصلا يلا مكافيين مع الموضوع الكراد طري طيب كنا عايشين يلا عايشين وما هذوك الحمد لله، دابا ما خلونا حتى لعبه. ولا كان الله الا كنا كنستيو نص سطر ديال الزيت اصاحبي، لا ما عمرنا شريناه. ولا اله الا الله اخي، كنوجهوا لهذا الميساج جلاله الملك يعطينا الدعم ديال المويل الهوندات، والله ينصر سيدنا والله ينصر سيدنا والله ينصر سيدنا، وراك عزيز وغالي والله، وعاش الملك والرايه مغربيه. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي وما تنساوش تفعيل الجرس والضغط على زر ابوني باش يوصلكم كل جديد.